إذا أهلا وسهلا فيكم من جديد. مع حلول شهر رمضان الفضيل دائما السيدة بتدور على التميز، والتميز منقول لما يكون في أزياء خاصة وأيضا لمصممين عم نقول أردنيين ومحليين. إيش هو التميز رح يكون بشهر رمضان الفضيل من ناحية الأزياء الألوان والتصاميم وغيره؟ رح نعرف عنها أكثر مع مصممة الأزياء سارة أسعد. كيفك سارة؟ أهلا وسهلا فيك. كل سنة وأنتي سالمة. أنتي سالمة حبيبتي، ويعطيك العافية على الكولكشن والتشكيلة الجديدة اللي طلعتيها. الله يعافيك. فاحكي لنا أول إشي أنت عن خط الأزياء اللي خاص فيكي، شو هو وبإيش بتميز عن غيره؟ هلأ إحنا كبراند اسمها نو تمتا صرنا بالسوق 6 سنين. الشغل طبعاً اتطور كتير. بالأول كنا نعمل كولكشنز إحنا من كيفنا، إيش بنحب نلبس، إيش بنحس في موضة ترند. نعم. نعملها. نعم. هلأ صار عنا شوي زي يعني تفرقة، صرنا شوي نعمل مثلا evening wear أو صرنا نعمل gowns، أشياء formal، ملابس فساتين سهرة. وأكيد بنحاول أنه نضل نعمل أشياء تنلبس يعني بسهولة للست اللي بتحب تتميز باللبس اليومي. حلو. فاللي معنا اليوم هو عن رمضان. وإحنا من كولكشن رمضان استوحينا الألوان. إحنا عارفين إنه رمضان جاي بوقت كتير صعب، كتير شوب، فحبينا شوي نفتح الألوان عشان نبرد على حالنا وإحنا صايمين. كل الألوان كانت مستوحاة من، إذا بنقدر نحكي مثلا، إذا في حدا بتخيل عرباية الآيس كريم اللي فيها الألوان الزاهية الفاتحة، البيج، الزهر، ممكن المشمشي والأزرق الفاتح، الألوان الربيعية يعني. أيوة بالضبط، عشان أتليست نقاوم حر الصيف يعني بهذا رمضان. طيب إحنا هلأ رح نشوف أكثر من تصاميمك، موجودة هون بعض التصاميم، لكن في عنا عارضة. رح نبلش بالتصميم الأول لحتى تقدري شوي تشرحي لنا عنه سارة إيش اللي بيميز. هي عباية. مزبوط. مايا لابسة هي عباية بشكل يعني هو تصميم كتير مودرن، اللي هو الكيب اللي مفتوحين إيديه بدون كمام. القماش طبعا هو منسوج من خيوط حرير. وإحنا التميز عندنا بهالكولكشن، إذا شايفين الشراشيب من تحت، هالشراشيب كلها معمولة يدويا ببلد الكويت، معمولة يدوي بخيوط حرير، وطبعا يعني حاكينها إحنا يدويا على هذا الشال اللي هو بينفع ينلبس برمضان أو بغير رمضان. صح. أوكي. يعني الوحدة بتكون لابسة تحته إشي كتير سادة وسيمبل، بس بتحط العباية فبتطفي جو رمضان. طبعا العارضة هون لابسة بنطلون أسود وبلوزة سودة. هذا التصميم بنفع لأكيد ناس المحجبين كتير سهل باللبس. صح. أو المو محجبين نقدر نلبس زي العبايات هو، بس بشكل تصميم كتير عصري. أوكي. وجديد. طبعا المحجبة بتقدر تلبس تحته كم طبعا أكيد. عشان تقدر تطلع فيه حتى لو فستان طويل كم بزبط. يعني هو كتير هذا زي الشال، كيف بنحط الشال بس على أتقل شوي. كتير حلو. طيب بالنسبة للخياطين اللي بتستعيني فيهم، يعني بمين بتستعيني؟ هل بتستعيني مثلا بخياطين محليين، ولا بتفكري انك دائما تستعيني مثلا يمكن بأشخاص مختصين بيكونوا من الخارج، من الدول العربية، لأنه قلتي من الكويت؟ هلأ احنا في عنا مواد بنستوردها من الخارج. هذا القماش والشراشيب اللي تحت كلهم من الكويت. نعم. لكن أنا صراحة بحب أشتغل مع أولاد بلدي وستات البلد، يعني أكيد. شغلهم جدا يعني، على فكرة كلنا مبتدئين، هن مش متعودين على المصممين، ولا إحنا متعودين على الخياطين إنه مثلا يعطونا رأيهم، لأنه هم أهل الخبرة. إحنا بنحترم آرائهم وخبرتهم. لكن إحنا كمصممين لازم نعلمهم كيف في إشي جديد بالسوق. كيف لازم يطوروا شغل. مرات في قصات بالنسبة لإلهم ما بتزبط أبداً. بس بنتحارب إحنا وياهم، بالذات القصيص مش الخياط. فلا أنا بشتغل مع أردنية. وأنا كتير بحب أدعم الشباب اللي بحب يشتغل، وأكيد ستات البلد
اللي بيشتغلوا يعني حلو. تطريز طبعاً. شك انا بحب عم نشوف قد ايه عم بيكون في ابداعات يعني من طبعاً. العمل اليدوي للسيدات رح نستعرض هون سريعا واحدة من التصاميم اللي رح تكون معنا هون معلقه وبعديها رح نكون مع العارضه بالتصميم الجاي. احكي لنا اكثر عن هذا هلا هاي توب هاي بلوزه بس البلوزه هون مبينه انها زي كانها تنوره وانت ماسكتيها. كل الكولكشن تبعت رمضان هاي السنه كانت المبالغ فيه الكمام يعني احنا حاولنا نعمل كمام مبالغ فيها زي ما احنا هون شايفين القصة زي الجرس وكمان الورود يعني هم ثلاث عناصر عنا بهالكولكشن الورود والكمام المبالغ فيها والقصات وطبعا الشراشيب اللي شفناها قبل شوي هون اذا بنشوف هدول الورود هدول معمولين يدويا مقصوصين قص يدوي يعني احنا ما بنشتري شيء من السوق جاهز هدول يدوي معمولين مقصوصين من نفس القماش ومعالجين لما ينسلوا عشان اللي عم بسمع يعني في كتير قصص ورا التصميم فهالورود يدوي كثير حلو اوكي بميز. في عنا احنا لون ثاني رح نستعرضه يمكن شوي بتميز بإشي بسيط عنا هاي البلوزه بس نرجع كمان مره للعارضه ونشوف الديزاين جاي برضه ورود وبرضه كمام مزبوط. بس طريقه مختلفه هلا هذا التصميم هو نفسه جاكيت بيشبه العبايه لكن هو بكمام اذا انتبهنا الكمام طوال ومفتوحين مو مسكرين وطبعا الورود اللي على الكتاف هي بتعمل تعمل يعني تعمل جو شوي دراماتيك يعني بالقطعه ف كثير حلو برضو انك خلطتي بين الاسود والابيض احنا طبعا دائما الاسود لازم يكون موجود لانه في كثير ناس ما بتحب تلبس الوان فحاولنا نعمل أشياء سودة بس برضو نفتحها بطرق برضو هذا يعني عم نقول يمكن هلأ برمضان لفطور شوي رسمي طبعاً. لعزيمة فطور شوي رسمية بنقدر هو هذا التصميم صراحة هو كتير بسيط بنفع على كتير أشياء بنفع رسمي بنفع كاجول حتى لو حدا لبسه الظهر بغدا مثلا أو بفطور زي ما حكينا أو سحور برمضان بيكون قطعة بسيطة بس مميزة بالورود اللي عليها أوكي. بالنسبة لقماشة الجاكيت اللي احنا شايفينه ايش القماش اللي هي قطن بارد قطن اوكي وبالنسبه للورود الموجوده الورود هدول ورود مصممه طبعا بس بنرشها احنا بنرشها رش عشان نغير شوي بالوانها كثير حلو اوكي طيب رح نرجع هون بعد ما شفنا هذا التصميم الثاني ورح نرجع لكمان تصميم بس هون خلينا نشوف هذا التصميم هاي من نفس طبعاً الكولكشن مبينه هي نفس الإشي الورود اللي عليها يدوي التصميم هون لما بينلبس ببين أكتر أكيد بس هون التول إذا بنشوف بالكم في قصة التول إنه كأنه الكم مفصول عن البلوزة وهذا إشي لطيف يعني بشغل وإنه القصة اللي هون على التمويج على الخصر طبعاً هاي بتعطي شكل أنحف وكيرفي يعني بتعطي نحافة تقسيم للخصر ومش ستريت يعني فهو شغل بالقصات أكتر مع إنها كتير بسيطة التوب وعلى فكرة الورود كتير بتحلي بتعكس طبعاً. على الوجه بطريقة كتير أكيد. حلوة برضو سريعاً ننتقل لهذا البليزر أو جاكيت بدلة دخل الجلد هون أوكي. هذا القماش كتير بارد وكتير حلو الكريب البارد ومدخلين معه جلد نصين الجاكيت يعني حتى البليزر عنا أو جاكيت البدلة اللي بنصمم بنحاول يكون مختلف من فوق عليه باترن أو نقوش ومن تحت الجلد أعطاه يعني مظهر شوي جدي أكتر أوكي كتير حلو الجلد بدي أسألك يعني بنقدر نلبسه بالصيف ما في مشكلة طبعاً. نقدر حسب إذا بالصيف. إذا استعمل بالأماكن صح يعني هو هون ما بيأثر لو ملزق يعني على البدن من فوق ممكن بيشوه بس تحت فضفاض طيب سريعا المخرج ما بدنا إياه يزعلنا بس هاي أخيرا وسريعا إيش اللي بيميزها كتير حلوة هي زي لنفرض البشت أو العبايات الخليجي لكن هي مستوحاة يعني زي ما بنحكي الكيمونو تبع التشايني الحضارة الصينية إلو الحزام اللي هدول الشراشيب برضو حرير معمولين وهو جامد لكن يعني كتير structured كتير حلو
طيب عبين ما آخر تصميم جهاز. أوكي إذا ما في خلصنا الوقت مع إنه التصميم الأخير كتير حلو إن شاء الله بنوعد يعني بالمرات الجاي بعد شهر رمضان الفضيل إنه نعرض أكثر من تصاميم إكسارة لكن للأسف يعني الوقت دهمنا لكن تصاميم بشكل عام كتير حلوة وكتير مميزة وبدي أقول إنه برضو أنت اللي لابستي هو من تصميمك مزبوط. فبرضو هيك أعطينا سريعا فكرة إنه الفستان هو من الأيام القديمة من الستينات أو الخمسينات النسكم في كتير ناس ما بدها تلبس هذا أو نافش وقبير وتحته أبيض يعني هذا الفستان اللي كل بنت كانت تحلم تلبسه أيام زمان كتير حلو طيب إذا هاي العرض الأخيرة رح نعطي شوية وقت رح نختم معها بموجز كتير بسيط هون سارة. الكريب مبين الإيدين المبالغ في قصاتهم الورود طبعا نفس الإشي هذا الفستان كتير بارد هو زي العباية أو زي العباية يعني المصممة للست العصرية بألوان زاهية وبالورود اللي بتميز نوتهم تاها السنة حلو سارة أنا بدي أتمنى عليك كل التوفيق شكرا لك بمسيرتك بعالم الأزياء ويعطيك ألف عافية وكل سنة وانتي سارة شكرا لك أهلا وسهلا